بالشفا ان شاء الله يا ابو العلا. والله الحمد لله شيخ محمود، الوجع هو كان حبي. قول الحمد لله يا رب العالمين، نحمد ونشكر فضله على كل شيء. حمدت ربنا انت على كده؟ كذاب في اصل وشك. ايه؟ لا حامد ربنا ولا شاكر فضله ولا تعرف نعم ربنا عليك من الاساس انت يا ابو العلا. لعنه الله عليك وعلى امثالك من العته والمهمشين. ليه كده يا شيخ محمود؟ ايه لسانك دي؟ دي مالتة ولا تهزيه؟ ولا كل الصعيدة لسانهم زيك كده؟ ياد يا ترس، ياك الحمد والشكر بالكلام والزنطرة. بالإيمان يا قليل الإيمان، بالإيمان يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل. فاهم يا أبو رجلي عايز أقطع أنت؟ الله يا شيخ محمود، أنت جاي تقرا على طيبان رجلي ولا على قطعيه؟ أها عارف أنت؟ لو رجلك دي تتقطع وما تعرفش تمشي بيها تروح القهوة تلعب بيها قمار مع المقاطيع اللي هناك دول أحسن. قمار إيه بس يا شيخ محمود؟ مين ده؟ دي تسالي كده، وكان يعني اللي بيخسر بيحاسب على المشاريع، مش قمار خالص. بس والنبي يا شيخ ما تجيبش سيرة القهوة واللعب قدام فطني. الكلام ده شوف ليه معيش مرتك تعرف؟ ها؟ ليه معيش فاطمة تعرف؟ يا قمار يا ابو العلا الا ما تلعبوه على القهوه انت والمقاطيع ده وتضيع فيه الفلوس اسمه قمار وميسر حرام. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا حاج الركع عني وانا والرجاله اللي مبلوعه نلعب دومنه، ما حدش فينا بيبقى قاصد. لا والله نيتكم بتبقى سليمه، بتقعدوا تلعبوا انتوا قصدكم تجروا جزء تبارك يا بارد يا يود. فلوسك اولى بيها عيالك وبيتك. ابوس ايدك يا شيخ، خف علي، خف يا شيخ محمود، وما يبقاش وجع رجلي وجع لسانك اللي بيحد في بولخ دي. انت شايف اللي انا فيه يا اخي، ادعي لنا دعوه حلوه ياكش ربنا يشفيها لي. والله داعي لك يا ابو العلا يا ولدي، ربنا يصلح حالك ويشفيك ويوسع رزقك ويلهمك الهدي والرشاد. عارف رشاد؟ امين يا رب، امين يا رب. يلا اقوم انا الحق صلاه الجمعه، ان شاء الله الوجع حيكنك منها بابي. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك تجدعنش كده وتسترجع وتتحمل على رجلك دي وتجي تصلي معنا ركعتين الجمعه، يمكن ربنا يشفيها لك قوام قوام. ازاي بس يا شيخ محمود؟ ما انت شايف اللي انا فيه. البركه فيك انت، روح انت عشان ما تاخرش وبقى لنا دعوتين. والله يا شيخ لولا خطبه الجمعه ما كنت سبتك تتحرك من جنبي دقيقه. لا والله عارف انا يا ابوي، والله عارف. السلام عليكم. عليكم السلام.